وصباح الورد يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ وحيد، ويعني زي ما حضرتك كنت بقول دلوقتي ان الشبوره النهارده كانت مش طبيعيه، فالجو اخباره ايه بقى يعني النهارده واليومين الجايين اخبارهم ايه؟ احنا امبارح حضرتك محذرنا منه وقلنا شبوره كثيفه قد تصل لحد الضباب، وحددنا حتى الاماكن انا فاكر حضرتك. وطبعا فرصه الشبوره لسه لغايه دلوقتي هي موجوده فعلا على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه. الجو بصفه عامه النهارده مائل للحراره على القاهره والوجه البحري، لان في ارتفاع حوالي درجه عن امبارح. يعني القاهره امبارح كانت 30، النهارده 31. الجو بيستمر حار على محافظات الصعيد، ومعتدل الحراره فقط على المدن الساحليه خلال ساعات النهار. اما اثناء الليل فالجو ما زال فعلا بارد، بتصل فيه درجه الحراره الصغرى على بعض المحافظات لاقل من 15 درجه. لحسن الطالع ان سرعه الرياح معتدله، بالتالي ليها مردود ايجابي على حركه السفر على الطرق وعلى القيام بكافه الانشطه البحريه سواء فوق مسطح البحر الاحمر او البحر المتوسط. تمام. طيب استاذ وحيد، يعني في بعض المواقع الاخباريه برضو نشرت خبر ان الاسبوع اللي جاي هيكون في انخفاض ملحوظ في درجه الحراره على القاهره. مدى صحه الكلام ده؟ يعني احنا النهارده بنتعامل مع يعني الناس المتخصصه اللي هي الهيئه العامه للارصاد الجويه بما لديها من خبرات وانظمه. فما ينفعش ان احنا نتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي لانها ناس مش متخصصه حضرتك. بالظبط، ويمكن هم بينشروا اشاعات طول الوقت وللاسف الناس بتصدق. طول الوقت اشاعات وكده، واحنا بننفيها على فكره حضرتك، والحمد لله المصداقيه عندنا مش عند حد ثاني، لان ما بتجيش من فراغ. يمكن انت حضرتك من اكثر الناس، والقناه الموقره بتاعت حضرتك بتلمس هذا فعلا في التنبؤات بتاعتها. طبعا، واحنا دايما يعني بنبقى عايزين نتاكد من المواضيع دي من خلال حضرتك ومن خلال هيئه الارصاد الجويه. طيب خلينا نطمن برضو على درجات الحراره المتوقعه في القاهره. الشماليه حضرتك من 25 ل 26 درجه، القاهره والوجه البحري من 30 الى 31، شمال الصعيد من 31 الى 33، جنوب الصعيد عند الاقصر واسوان من 35 الى 37 درجه مئويه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية.